جلد الذات اللي موجود بنفسي. يعني شخصية غير مسالم مع نفسه، لا يوجد له سلام داخلي، كاره نفسه. أنا تكلمت اليوم كلمة، رجعت البيت أو رجعت الفندق، ليش قلت كذا؟ ليش تكلمت؟ يا ليتني ما تكلمت. يا أخي بيضحكون علي، الحين شو بيقولون؟ ويلك لا أخرج ومنعزل. هذا هو جلد الذات، قاعد يجلد 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 ذاته. فأين السلام؟ فأين السامع؟ ينبع من نفسي، ثم بعد ذلك تكبر الحلقة للأسرة، للأسرة، ثم للمجتمع وللمجتمع الخارجي. فبهذه النقطة نستطيع أن نحقق الضمان، نحقق النجاح، نحقق التميز، نحقق الاستقرار. إخواني أخواتي، السلام ليس بالأمر الخياري، السلام بالأمر الضروري والإجباري. أولاً كناخذ حتى من ناحية دينية، حتى من ناحية نحن كعرب من ناحيتنا عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا، فلا بد أن ننقل هذه من الحياة على أساس نعيش نوع من التآلف. للأسف البعض صار نوع هذا السلام أو هذا التسامح اختفى. نرى أخوة وأشقاء متخاصمين بالسنوات، ممكن وصلوا 60 و70 سنة هم يكلمون بعض. نرى أب حاقد كاره على ابنه، نرى الابن حاقد على أبوه على أخوه، كاره على البلد الثاني والبلد الفلاني والذهب مذهب الثاني إلى متى؟ وآخر شيء ندعو نضرب السعادة، مستحيلة السعادة لن تحققها. السعادة رضا عن النفس، متى ما أنا راضي عن نفسي أحط السعادة. لكن داخليا أنا لا أراضي على نفسي بأن فلان موجود والمذهب الثاني موجود، الديانة موجودة، كذا موجود، وأنا أحقد وأحقد، فلن أحقق السعادة في حياتي.